زين، اليوم راح نكمل الانتي مايكروبيالز الجزء الرابع. راح نحكي على السيل وول سينثيسيس انهبيتورز. مثل ما نتذكر بالمحاضره الاولى قلنا اكو عوائل مهمه من الانتي بايوتكس، وقلنا واحده من اهم العوائل واكبرها هي السيل وول سينثيسيس انهبيتورز، اللي هي هاي حنحكي عليها هسه. زين، السيل وول سينثيسيس انهبيتورز حتى نفهمها لازم نفهم السيل انفلوب. من نقول سيل انفلوب ايش نقصد؟ نقصد اي شيء يحيط السيتوبلازم، يعني سيل ممبرين، بابتيدوغلايكان، مرات اوتر ممبرين بالجرام نيجاتيف، هاي الشغلات كلها كومبايند نسميها سيل انفلوب. حتى نفهم السيل انفلوب نشوف هذا الرسم هذا التخطيط اللي على اليسرى عندنا جرام بوزيتيف. الجرام بوزيتيف خارج السيتوبلازم يحيطها السيل ممبرين، سيتوبلازمك ممبرين، وخارج السيتوبلازمك ممبرين اكو ثيك لاير اوف بابتيدوغلايكان. كلش بسيط الجرام بوزيتيف. الجرام نيجاتيف هو ساندويتش، السيل انفلوب مالته ساندويتش. من شنو مصنوع هذا الساندويتش؟ اكو انر ممبرين واوتر ممبرين، وبيناتهم اكو هذا اللي هو ثين بابتيدوغلايكان. بعدين راح نجي ناخذ شنو يعني بابتيدوغلايكان وشنو وظيفته، بس هسه بصوره مبدئيه هاي الفروقات بين جرام بوزيتيف والنيجاتيف. جرام بوزيتيف يحتوي سيل ممبرين وثيك بابتيدوغلايكان، الجرام نيجاتيف يحتوي سيل ممبرين ثين بابتيدوغلايكان، وراها سيل ممبرين ثاني اوتر سيل ممبرين. زين، هسه اريدكم تركزوا لي بالجرام نيجاتيف. جرام نيجاتيف بها شغلات كلش مهمه. اولا هذا الاوتر ممبرين هو very strong shield، هذا الدرع كلش قوي يحمي البكتيريا، يمنع دخول اغلبيه المواد الداخل البكتيريا. يعني شنو؟ اي شيء يريد يفوت من برا لي جوا هذا الاوتر ممبرين راح يصده ويمنعه ان يفوت including antibiotics. فهذا الاوتر ممبرين حتى يحمي البكتيريا من الانتيبايوتكس. لهذا السبب الجرام نيجاتيف التريتمنت مالتها مزعج اكثر من الجرام بوزيتيف. ليش؟ لان الجرام نيجاتيف تحتوي هذا الدرع الاوتر ممبرين اللي يحميها من دخول اغلبيه الانتيبايوتكس. زين، هسه احنا قلنا هاي تحتوي درع يمنع دخول اغلبيه المواد. زين، هنا واحد ممكن يسال نفسه العد الاكل شلون حيفوت للبكتيريا؟ البكتيريا حتى تفوت الاكل صنعت فتشي ذكي. الاكل مال البكتيريا اغلبه هو small molecules water soluble. فالبكتيريا الجرام نيجاتيف فقط، مو الجرام بوزيتيف، الجرام نيجاتيف تحتوي على channels اسمها pore channels. هاي pore channels تسمح بدخول المواد السمول والwater soluble. يعني شنو؟ تسمح بدخول الغذاء مال البكتيريا، وطبعا تسمح بخروج الويست برودكت سمين. اذا الاوتر ممبرين يمنع دخول اغلبيه المواد ما عدا الشغلات اللي هي سمول اند ووتر سوليبل، مثل الاكل مال البكتيريا. العلماء استغلوا هاي الشغله، ايش قالوا؟ قالوا بما انه اغلبيه الانتيبايوتيك ما تقدر تدخل الاوتر ممبرين، راح نقشمر البكتيريا. شلون نقشمرها؟ راح نصنع انتيبايوتيك حجمه سمول ويكون ووتر سوليبل، بحيث البكتيريا تعبر خلال البورين مالتها، لان عبالها دا نعطيها اكل، بينما بالحقيقه احنا دا نعطيها بويزن. فلهذا السبب اذا ننسال سؤالين مهمات نفهمها هنا. السؤال الاول، ليش الجرام بوزيتيف صعب التريتمنت مالت الجرام نيجاتيف ليش صعب التريتمنت مالتها؟ لانه تحتوي اوتر ممبرين يمنع دخول اغلبيه الانتيبايوتكس. السؤال الثاني المهم، شلون لعد نعطي انتيبايوتكس تقتل هاي الجرام نيجاتيف؟ الجواب نعطيها انتيبايوتكس تشبه الاكل مالتها، تشبهها من ناحيه انه سمول ووتر سوليبل حتى يقدر يعبر خلال البورينز. بينما اذا نجي للجرام بوزيتيف بكتيريا، الجرام بوزيتيف ماكو اوتر ممبرين داير مدايرها لهذا، بينما شنو الاوتر موست لاير مال الجرام بوزيتيف؟ هي البابتيدوغلايكان. والبابتيدوغلايكان تحتوي ثغرات كبيره مثل ما تشوف هنا، فهاي الثغرات الكبيره تسمح بدخول الانتيبايوتكس بسهوله، مو فد شيء ضوج. فالعلاج مال جرام بوزيتيف سهل، العلاج مال جرام نيجاتيف صعب.
زين مو كل جرام بوزيتيف، اكو انواع كلش صعبه طبعا من جرام بوزيتيف. زين هسه هنا عندنا سمري نفس الحكي اللي حكينا، جرام بوزيتيف قلنا انر ممبرين وثيك بيبتيدوغلايكان، بينما جرام نيجاتيف قلنا عليها ساندويتش انر ممبرين واوتر ممبرين، وبيناتهم ساندويتش ان ساندويتش ان بتوين هو البيبتيدوغلايكان لاير. اكو طبيب اسمه كريستيان جرام اكتشف صبغه، جاب سلايد حط عليه بكتيريا وصبغها بصبغه خاصه وباع بالمجهر، شاف اذا انصبغت بيربل هذه معناها شو اسمه معناها سيل ممبرين محاط بثيك بيبتيدوغلايكان اللي هو سميناه جرام بوزيتيف، اذا انصبغت ريد هذه معناها ساندويتش، اكو انر ممبرين واوتر ممبرين وبيناتهم ثيك ثين بيبتيدوغلايكان. فحتى نحفظها البوزيتيف بحرف بي تنصبغ بيربل وتحتوي ثيك بيبتيدوغلايكان هم من حرف بي، فهذه هي بي بي بي. يعني شنو هاي البي بي بي؟ بوزيتيف بيربل بيبتيدوغلايكان ثيك. زين هاي البورين حكيناها، وقلنا بصورة عامة الأدوية أغلبية الأدوية اللي تشتغل على جرام نيجاتيف هي شنو؟ هي هيدروفيلك يعني واتر سوليبل وحجمها يكون صغير small. زين هسه نجي على الفانكشن على البيبتيدوغلايكان من شنو مصنوع هو؟ البيبتيدوغلايكان مصنوع من شغلتين، مصنوع من جلايكان من اسمه بيبتيدوغلايكان، فمصنوع من جلايكان اللي هو شوغر، ومصنوع من بيبتيدو يعني بيبتايدز هاي البيبتايدز. فهاي الريبيتينج يونتس هاي الطوبات هذه هي الشوغرز اللي هي اسمها نام وناج. نام او الناج معناها ان اسيتيل جلوكوزامين، والنام هو ان اسيتيل ميوراميك اسيد اللي عبارة عن شوغر انواع من السكريات. فهاي الشوغر وحدة تلزق بصف اللخ يعني alternating نام ناج نام ناج نام ناج، وتسوي لنا هاي chain. هاي chain اسمها glycan chain، جواها اكو glycan chain لخه، فهذا هو جزء الجلايكان مالت البيبتيدوغلايكان. الشين الاولى والشين الثانيه يربطها بيبتايد، هذا البيبتايد هو اللي يعطينا الاسم اللي يعطينا اسم بيبتيدو. فاذا البيبتيدوغلايكان متكون من بيبتيدو اللي هو هاي الطوبات اللي تربط لنا التشينز مالت الجلايكان. زين شنو وظيفه البيبتيدوغلايكان؟ وظيفته الاهم وظيفه له هو يمنع الاوزموتيك لايسس. البكتيريا تحتوي اكتيف بامبس تسوي اكتيف ترانسبورت، هاي البامبس تفوت سوليوتس اجينست كونسنتريشن جريدينت، يعني اكتيف ترانسبورت تحتاج اي تي بي، فمعناها راح تتجمع السوليوتس داخل البكتيريا هوايه، فايش راح يصير بالاوزموتيك بريشر؟ راح يعلى الاوزموتيك بريشر داخل البكتيريا، واحنا نعرف من يعلى الاوزموتيك بريشر يسحب مي وياه، فمعناها راح يفوت ووتر داخل البكتيريا. زين البكتيريا ليش ما تنفجر اذا ضيفوت لها مي هوايه؟ لانه محاطه ببتيدوغلايكان لاير قويه تمنعها انه تنفجر، تغلفها وتثبتها من الخارج بحيث ما تقدر تنفخ البكتيريا وتنفجر. فاذا اعطينا دواء يسوي انهبيشن للببتيدوغلايكان يوخره، معناها البكتيريا راح تنفخ وتنفجر، تفقد هذه البروتكتيف لاير. فلهذا السبب السيل وول هو essential for bacterial survival، بدونه تموت البكتيريا. وثانيا هو absent in human cells، ما موجود بالhuman cells، لهذا السبب هاي الأدوية السيل وول inhibitors هي selectively toxic. هنا أنا review سريع على synthesis مالت البيبتيدوغلايكان. عندنا هذا المستطيل هو البكتيريا، أي شيء صار داخل المستطيل معناها intracellular. فالخطوة الأولى البكتيريا حتى تصنع البيبتيدوغلايكان لازم تصنع البيلدينج بلوك الأولى اللي هي هاي يسموها المونومر، مونو
مر. هاي البيلدينج بلوك، هاي الطابوقة، هاي المونومر من شنو متكونة؟ متكونة من ناج لازقة بنام، والنام لازقة بها بانتا بابتايد. بابتايد يعني خمس أمينو أسيدز بانتا. هاي الثلاث شغلات نام وناج والبي بي بانتا بابتايد يسموها مونومر. فالعمليات اللي تصير انترا سيلولر تنتهي بتصنيع المونومر. بعدين هذا المونومر يحتاج ناقل اللي هو هذا البي بي باكتوبرينول اسمه، هذا الناقل ينقل المونومر من الداخل للخارج، ينقل هاي الطابوقة من داخل البكتيريا ويطلعها لخارج البكتيريا لأن البابتيدوغلايكان موجود خارج البكتيريا. بعدين تجي مجموعة انزيمز يسموها بنسلين بايندينج بروتينز. هاي البنسلين بايندينج بروتينز بها ذراعين، ذراع اسمه جي تي غلايكوسيل ترانسفريز، وجراء ذراع اسمه ترانسبيبتايديز. هاي كل واحد تشتغل وكأنه واحد. الذراع الأول الجي تي شي يسوي؟ يجيب الطوابيق هاي المونومر ويلزقها واحدة بصف الأخ. معناها ايش سوى؟ معناها حول لنا المونومر إلى بوليمر. فهاي العملية شي يسموها؟ يسموها chain elongation أو يسموها polymerization. منو مسؤول عن polymerization؟ يعني الجي تي مالت البنسلين بايندينج بروتين. بعدين تجي التي بي الترانسبيبتايديز، شو تسوي؟ تجيب هذا البوليمر اللي صنعناه وتحط فوقه بوليمر ثاني وتلزقهن عن طريق البيبتايدز هاي ترانسبيبتايديز، من اسمه ترانسبيبتايديز يسوي ترانسبيبتايديشن. زين، كل واحدة من هاي الخطوات اللي حكيناها ممكن اكو انتي بايوتيك يمنعها. فالسيل وول انهبيترز كلهن موجودة بهاي المخطط. عندنا ثلاث انتي بايوتيكس تشتغل انترا سيلولارلي حتى تمنع تكوين المونومر، فعندنا مونومر سينثيسيس انهبيترز، وعندنا دواء يشتغل على البوليمرايزيشن يمنع البوليمرايزيشن، واكو دواء يمنع الكروس لينكينج يعني يسوي انهبيشن مالت الترانسبيبتايديز انزيم. كل واحدة من هاي الادوية راح نشرحها بالتفصيل بالمحاضرة الجاية، اوكي؟ بس هذا الرسم تخطيط مبسط يوضح لنا كل واحدة من هاي الادوية شلون تشتغل على الباثوي مالت البابتيدوغلايكان سينثيسيس. كلهن هذني بالنهاية راح يمنع عن السيل وول سينثيسيس، وبالتالي البكتيريا راح يصير بها اوزموتيك لايسيس. Take license.